هروح اجيب فوطه ومضاد حيوي. ماشي. مايلز انت ايه اللي حصل؟ لابس ايه؟ في حاجه لازم اقولها لك. فين بتهاجم الساحه؟ ايوه، يعني انت اللي كنت بتطاردها في المدينه في زي سبايدر مان؟ كنت هتموت. انا مش مصدقه. ليه ما قلتليش اي حاجه عن الموضوع ده واللي قلناه؟ خلي بالك من نفسك بس كده. ما كنتش عاوزك تقلقي، وسبايدر مان التاني مش موجود، ببوظ كل حاجة دايما زي ما بوظت معاكي. مايلز مفيش حاجة ممكن تعملها أو تكونها هتخليني محبكش أبدا. أنت بتقويني يا مايلز، هي دي البطولة اللي بجد. شخص شجاع للناس اللي بيحبوه. شخص مش بيستسلم. جلوريا هتتولى موضوع فيست، وتيو هيساعدنا بيت بيت. ممتاز، احنا هنبتدي الإخلاء. هقابلك برا. كل يوم بتفكرني بأبوك أكتر. خلي بالك. حاضر. هاي، عرفت الناس في هارلم ان هم يمشوا قبل ما نمر انا ومامتك على بيت بيت. تمام، حلو. انا كنت عاوز اقول شكرا لوجودك معايا يا صاحبي. محتاجك تساعدني قبل ما تمشي. عينيا. عايز اعرف نشاطات المجتمع السري جوه المباني اللي فيها النيو فورم. ممكن اقدر اخترق ابراج مراقبه اوسكورب او دخلت. هاخد وقت عشان اضيق النطاق. تمام جدا، شكرا ليك. أنا هريح شوية وبعدين أخرج. في وقت لحد ما جانكي يتتبع فين؟ هبص على التطبيق وأشوف لو الناس عايزة مساعدة. جنين جينيسنس جين، واللي مضمون تعيش معاكم حتى لو حصل. آسف يا ابن أخويا. خلي كريجر والتينكرر يموتوا بعض. ارجع لدور سبايدر مان بتاعك لما الدنيا تهدى. يعني ايه؟ استخبى تحت هنا؟ ما ينفعش اختار امتى ابقى سبايدر مان. انا لازم اوقف فين؟ لا، لازم تعيش. انا بعلمك كده وانت مش بتسمعني. لو عايزني اعيش قوي كده ليه بعتني لكريجر؟ انا ما بعتكش. ايوه بتكلم جد، ما كانش ينفع تتمسك. كريجر هو اللي بعنا. كنت عايز ترجع للعيلة، وده اللي قدرت تعمله؟ أنقذت حياتك. أنت رميتني في سجن عشان أحميك. بتسمي ده إنك بتحميني؟ لا يا مايلز، مش هخسرك أنت كمان. وأنا مش هسيب الناس تموت بس عشان أنقذ حياتي. أنت استهونت بيا. مش معقول. ما تجادلنيش في الموضوع ده. انا مش عايز، بس ما اقدرش افضل تحت هنا. يبقى هعمل اللي اقدر عليه عشان تبقى في امان.
تقنية التخفي، لازم أوقفها. الموضوع ما يخصنيش خالص، الموضوع يخصك انت. خايف؟ ما تقلبش الموضوع عليا. هو انت امتى هتفهم اني لازم احارب عشان البلد دي؟ انت امتى هتفهم انك مش هتفهم؟ لو بابا كان معانا هنا دلوقتي كان هيفهم اني لازم احميك. انت مش فاهم، انا اللي بنقذك وانا بحاول اني انقذ الناس. خليني تحت هنا. انت بترمي نفسك في الهلاك، تعرف مين تاني عمل كده؟ ما تقولش كده. انت عايز مامتك تاخد عزاك؟ مش هسمح لك. هولوجرام، تقنيات تانية من صحابك في روكسون؟ أنا بتعامل، إنما أنت لأ. أنت ساذج يا ابن أخويا، لسه الولد اللي واخد سبايدر مان قدوة. لا، أنا الولد اللي الناس واخداني قدوة بيه. عمرك ما هتتقبلني كسبايدر مان، ودي مجازفة لازم ما تخلينيش هتهز. انت مش هسمح لعيالك تموت عشان يلعبوا دور الأبطال. مين فيهم الحقيقي؟ هتجند كده لحد امتى؟ هتموت نفسك عشان تثبت انك تستحق تثبت القناعة ده؟ لو ده هو المطلوب. أرجوك يا ابني ما تعملش كده، ما تضيعش حياتك. هعمل اللي اقدر عليه زيك بالظبط. يلا وريني نفسك.
أنا طلعت لك مليون حب. انت لازم تفهم قد ايه الموضوع سيء. عمري ما عزت حربك مش انت. قلتلك مش هتستمر. فين مش فاهمة هي رايحة تعمل ايه؟ وده منع انك تكذب عليا او تخدعني او تحاربني؟ موضوع العيلة ده مش كفاية. مش لازم الموضوع يبقى كده. ان انا وانت نكره بعض. هو ده اللي حصل بيني وبين ابوك. انا مش عاوز ده يتكرر معاك. ولا انا مش هينفع ابقى زي ما انت عايزني. ومش هخذل الناس اللي محتاجاني. المفروض أعمل أحسن من كده. لازم أكلم فين؟ ثاني. لا تستقبل مكالمات هذا الرقم. انهي. المتحف مقفول للتجديدات والمجتمع السري احتلوه. اكيد فين جوه. انا كان نفسي اشوف الموضوع. كل حاجه هتتغير. بص ريح شويه. نملك شوية. يلا يا سبايدر.
لازم ابقى اسرع من كده. تمام، خلينا نشوف نوع الأمن بتاعهم. في الأكشاك دي قبل المجتمع السري ألعب. بن، أنت هنا؟ المعركة كان آخر الممر. مخزن المجتمع السري. أكيد هي جوه خالص. فين؟ يلا محتاجين ننهي الموضوع أنا وإنتي. أكيد هلاقيها عند مشروعنا آخر الممر ده. يلا يا بطيء، أنا عاوز أشوف مشروعنا قبل ما نبقى عواجيز. أنا جاي. لحظة، فين مشروعنا؟ خريطة المتحف على موبايل. مشروعنا في معرض مميز في الدور الأخير. هموت وأشوف أسامينا على اليافطة كعلماء حقيقيين. النهاردة في مركز أوسكار للعلوم، وبكرة في كل المتاحف في العالم. المعرض المميز فوق الأسانسير اهو. قدامنا وقت نلف شوية الأول. معاكوا تذاكر المعرض المميز؟ مشروعنا معروض، ما فكرتش إننا هنحتاج تذاكر. هتحتاجوا والتذاكر خلصت، ما ينفعش تطلع. عامة شكرا. هنحتاج طريقة تانية عشان ندخل. هي قالت إن مفيش تذاكر تانية. تمام، بس شايف الباب ده؟ الممر اللي مقفول. عارفة نوع القفل ده؟ لو وجهت ضوء عليه هيفتح. نور فلاش موبايلاتنا هينفع، بس مش هيوصل. هتوصل لو زحلقنا حاجة عكسة للضوء من تحت الباب. حاجة عكسة للضوء هيبقى حلو لو لقينا حاجة بتتغير. بتتغير؟ يعني شكلها بيتغير؟ يا سلام عليك، كنت بتقول كلام ممكن. اسكتي. سبيكة بتفتكر الشكل. هغير الشكل من تطبيق المتحف. البتاع ده عبقري، ليه خصائص استثنائية؟ أكيد. يا طر هي دي، خديها ما تخليش حد يشوف. تمام يلا. أوه أنا آسف. كله حلو.
لسه عايز حاجة أكسر الضوء. شايف إزاي الأدوات الخارجية متوصلة بكمبيوتر وحدة الأوامر؟ ممكن نخترع الفكرة بس نعملها باتصال عصبي. هتحمل زيادة على مركز الكهرباء. مش هيحصل لو دمجناها بالنسيج الشبكي. ممكن تستخدم من نقط كتير. مشروعنا. اوه وي ممكن تبصوا هنا، علماء مخلصين حصدوا جوائز. محدش قال لنا اننا كنا في المعرض المميز. لازم تذكرة. ازاي دخلت؟ انا اشتريت تذكرة. ازاي دخلتوا هنا؟ مش مهم. قربوا كده هناخد صورة. لازم تشارك فيها، انت ساعدتنا في تشغيله. تمام تمام، ماشي ماشي، يلا بسرعة. حلو. ابتسامة كبيرة. مش كبيرة قوي. فين؟ انت لازم تعرفي. زهقت علشان بسمعك. لازم اقول لها على اللي حصل في المفاعل. امنعوا يمشي ولا تكرر. المفضل. تيو وانا هحصلك. حافظ على الناس على قد ما تقدر. لازم اتصرف معاهم قبل ما ارجع هارلم. مش هتخلص مني بالبتاعه دي. Yeah.
محتاج اروح هارلم دلوقتي قبل ما فين تدمر المفاعل.